جولة مليانة أهداف وفيها أكتر من ريمونتادا في أسبوع كله إثارة. أهلا بيكم في جولة السسبنس من أخطر دوري في العالم. تشكيل الجولة الـ 12 في الدوري المصري ضم أحمد السعداني حارس حرس الحدود، اللي رغم أن فريقه فاز 3-0 على طلائع الجيش إلا أنه تصدى لأكتر من تسديدة خطيرة من بره منطقة الجزاء، ما كانش هيتسئل عنهم تماما لو واحدة فيهم كانت سكنت شباكه. في خط الدفاع أحمد عيد الناشئ الواعد اللي بيأكد أنه هو خامة طيبة للأسبوع الثاني على التوالي في مركز الظهير الأيمن مع الزمالك، قدم ماتش كويس جدا وكان مصدر خطوره كبيره على الجبهه اليمين ضد طنطا. ابراهيم يحيى مدافع انبي اللي كان مصحصح جدا في مراقبه مهاجم سريع زي رزاق سيسي مهاجم الاتحاد السكندري، زهقه في كل الكرات المشتركه ما بينهم، ده غير ان هو طلع من على خط الجول اخطر كره في الماتش بعد تسديده من سيسي. علي جبر مدافع بيراميدز اللي ما اكتفاش بالحد من خطوره محمد الشامي وباكيت مهاجمين الاسماعيلي، لا كمان قام بدور كويس جدا في تسليم الكره لنص ملعب بيراميدز علشان يساعد في الفوز. عمرو الحلواني باك شمال حرس الحدود اللي بيحافظ على أدائه الثابت مع حرس الحدود على مدار الجولات اللي فاتت كلها، وهو دايما مصدر الخطورة في الفرقة. أول جول لحرس الحدود في الجيش ابتدى بتسديدة من عمرو الحلواني ارتدت لجريندو علشان يسجل بسهولة. في خط الوسط أليو ديانج نجم الأهلي اللي بيأدي كل متطلبات مركزه رغم أنه لعب 60 دقيقة بس. إيه اللي ناقص أليو ديانج؟ أنه هو يركز على التسديد بين الثلاث خشبات علشان يتوج مجهوده بأول جول في الدوري المصري. معاه محمد هلال نجم وسط وادي دجلة اللي دوخ خط وسط ودفاع سموحة بتحركات ممتازة على الأجناب وتمريرات متقنة جدا لزمايله، وقدر أنه هو يتوج مجهوده فعلا بجول حلو قوي بقذيفة في الهاني سليمان من ثلاثية وادي دجلة. محمد مجدي أفشة لو في لاعب في مباراة الأهلي ونادي مصر قررنا نديله 10 من 10 أكيد هيكون أفشة، اللي قدر إنه هو يقدم كل حاجة في الملعب من إتقان التمريرات لزمايله، تقديم دور دفاعي ووزع مجهوده البدني على مدار دقائق مشاركته، ده غير لقطة إنكاره للذات وصنعته للجول الثالث لمروان محسن. أحمد سيد زيزو بطل ريمونتادا الزمالك ضد طنطا، واللي قدر إن هو يسجل جول قاتل، واللي قدر إن هو يغير شكل الزمالك الهجومي تماما في 20 دقيقة بنشاط وتواجد مكثف جوه منطقة جزاء طنطا، أدى في النهاية الفوز كبير للزمالك. جريندو مهاجم حرس الحدود صاحب الهاتريك الأول في 2020 وصاحب الهاتريك الثاني في الدوري المصري الموسم ده، واللي قدر بتشكيلة جوال ان هو يكتب الفوز الاول لحرس الحدود على طلائع الجيش من 6 سنين. معاه مروان محسن اللي عوض الفرصتين اللي ضيعهم ضد نادي مصر في الشوط الاول وسجل جولين في الشوط الثاني عشان يصالح جمهور الاهلي. واضح ان مروان محسن كان واخد تعليمات من فايلر ان هو يبقى موجود جوه منطقة الجزاء وما يخرجش يستلم زي اللي كان بيحصل قبل كده. هل ده معناه اننا هنشوف نسخة جديدة من مروان محسن؟ افضل فريق في الجولة اكيد اكيد حرس الحدود، بس مش عشان الفوز الكبير على طلائع الجيش 3-0 بس، ولا حتى التسيد الكامل ولا الضغط الهجومي اللي كانوا عاملينه طول 90 دقيقة، لكن هدوء لعيبة الحرس والتنويع في الفرص والهجمات اللي حصلوا عليها وعدم استعجال المكسب واللي كان باين في توقيت وطريقة احراز الاهداف بيخليهم فعلا افضل فريق في الجولة عشان يوصلوا للنقطة 17 في المركز السادس. افضل لاعب في الجولة برضو من حرس الحدود وهو جريندو صاحب الهاتريك نجم الجولة بكل تأكيد. جريندو كان دايما موجود في المنطقة اللي تسمح لزمايله ان هم يباصوا له الكرة، ودايما كان واقف في المكان الصح جوه منطقة الجزاء، ده غير الجول الثالث اللي استخدم فيه كل مهاراته من سرعة عالية وهدوء قدام الجول علشان يكتب الفوز الكبير جدا لحرس الحدود على طلائع الجيش. اجمل هدف في الجولة هدف احمد الشيخ لنادي مصر في الاهلي، وتقريبا ما كانش فيه طريقة ان انت تهز بيها شبكة الاهلي للمرة التانية الموسم ده غير بالشكل ده، ضربة حرة بيدخل احمد الشيخ يسددها بمنتهى الثقة والهدوء عشان تروح على شمال الشناوي وتزغرط في الشبكة. مدرب الجولة اخيرا تكيس جونياس مدرب وادي دجلة اللي تغلب على تقارير اقالته بفوز وريمونتادا على سموحة. صحيح ان حسام حسن نفذ فكرة الضغط العالي ضد وادي دجلة وزحم نص الملعب بخمس لاعبين من سموحة، لكن وادي دجلة كان ذكي جدا عن طريق تكيس جونياس بتنويع اللعب على الاجناب والعمق واستغل سرعات لعيبة مهمة جدا عنده زي محمد هلال ورفيق كامل. مفاجأة الجولة اجسام لعيبة الدوري المصري،
رغم وجود اكتر من ريمونتادا عملها كذا فريق في الجولة دي وماتشات تانية خلصت بنتائج كبيرة، الى ان اجسام لعيبة الدوري المصري وبعد ما وصلنا الجولة ال 12 غريبة جدا. واضح ان في اندية كتيرة ومنها اندية كبيرة ما بقتش تهتم بوجود مدرب لياقة، او يمكن ما عندهاش جيم، يمكن عشان الشتاء بيطلب اكل كتير، بس اكيد الموضوع اوفر في الدوري المصري.